ويتواصل توافد أنصار المنتخب الوطني على القاهرة لتشجيع الخضر في كان مصر قبل خوض غمار مباراة الثمن النهائي أمام غينيا. وأعرب عدد كبير من أنصار الخضر الذين حلوا بالقاهرة على أنهم يثقون في الناخب الوطني ولاعبيه ويعلقون أملا كبيرة على الذهاب بعيدا في هذه المنافسة. أقول ولما لا تتويج باللقب. موفد النهار إلى القاهرة، بلال هارنون كان حاضرا بمطار القاهرة الدولي ورصد هذه الأجواء. وحنا جينا ماذا بينا ان شاء الله لاكوب ندوها ويفرح الشعب الجزائري وتحيه لالجيري وتحيه بلادنا ويعطيكم الصحه بارك الله فيكم. هذا وين وصلنا اخويا ونشكركم كاع ونشكروا الفيدراليه ونشكروا كاع الجزائريين وانتو تري في بالاجي. ان شاء الله نديو كوب دافريك ويربحوا المنتخب الجزائري ونشجع انا جيت من الجزائر ونشجع الجزائر وانتو تري في بالاجي. الله مع جبل الماضي راهي ليكيب ناسيونال ولات ما شاء الله. ان شاء الله نروحوا الله فينا وندوها ان شاء الله نعلقوا النجمه الثانيه ان شاء الله. نعمل المنتخب الوطني ان شاء الله وان شاء الله يدي النتيجه وندحوا 3-0 ونروحوا للنهائي وندو نجيبوا لاكوب معنا. جايه باش نتفرج لاكوب دافريك على ليكيب ناسيونال ان شاء الله ندو الكاس ان شاء الله وانتو تري في فراجيري. نربحوا كل ايكيب وندو الكاس العالم. وانتو تري في فراجيلي ان شاء الله بتوفيق ان شاء الله نكونوا احسن فريق في